استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في فندق الفور سيزون المشير طيار بالا بهادرا راداها كرشانا رئيس أركان الدفاع المتكامل رئيس لجنة رؤساء الأركان بجمهورية الهند الصديقة. رحب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي برئيس أركان الدفاع المتكامل رئيس لجنة رؤساء الأركان بجمهورية الهند ومشيدا سموه بالعلاقات المتميزة والثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات. كما تم استعراض سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة بين البلدين الصديقين.